هل هناك بقى سبل في التعاون الدولي عشان تقدر تسلم مجرمين، او ان انت يكون ليك الحق في ان انت تطبق قانون معين لشخص معين من دولة تانية ولا لا؟ المادة 4 من قانون جرائم تقنية المعلومات بتقولك ان السلطات المصرية المختصة تعمل على تيسير التعاون مع نظيرتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية. طب انت عارف مصر موقعة على اي اتفاقيات دولية خاصة بجرائم امن المعلومات؟ طب اكتب عندك اتفاقية بودابست لسنة 2001، والاتفاقية اللي قام عليها المجتمع العربي او الدول العربية في سنة 2010 في شأن مكافحة جرائم امن المعلومات لتسهيل الكلام ده، او ان هو يطبق مبدأ المعاملة بالمثل. يعني ايه المعاملة بالمثل؟ لو انا بطبق معاك المعاملة بالمثل وسلمتك مجرمين، يبقى انت يستوجب عليك ان انا لما يكون عندك مجرم معلوماتي ارتكب جريمة تخص حد عندي او تخص الامن القومي، لازم تسلمني الايه؟ المجرمين زي ما انا ايه؟ بسلمهم لك.